محمد اتفضل. اهلا بك يا استاذ عزه وبمشاهدي صدى البلد في كل مكان. احنا بالفعل في محافظه المنوفيه وبالتحديد من امام مدرسه احمد عبد الرحيم الشهيد النقيب احمد عبد الرحيم السرسي لتغطيه اولى ايام الانتخابات الرئاسيه 2024. زي ما حضرتك ذكرتي في كتله تصويتيه كبيره. خلينا اقول لحضرتك ان الاجواء كرنفاليه منذ التاسعه صباحا حتى الان، سواء من الرجال من السيدات من الأطفال اللي في إيديهم الأعلام وبيحتفلوا، ولكن خلينا أقول لحضرتك أن مفاجأة اليوم الأول هم الشباب اللي تواجدوا بكثرة وبكثافة على عكس المتوقع وعلى عكس الانتخابات السابقة. يعني أنت من الصبح وانت أمام اللجنة دي ولاحظت أنه اللي كان موجود معظم الشباب، معظم الشباب، بس ايه يعني هتزعل الشباب طبعا. طب والمرأة فين؟ الشباب متواجدين. فين المرأة؟ على عكس الانتخابات السابقة المرأة متواجدة برضو، المرأة متواجدة كالعادة يعني في أول الصفوف كالمعتاد، وزي ما متعودين على المرأة أن هي بتلبي النداء ودايما بتكون في أول الصفوف سواء في الانتخابات أو في أي نداء وطني. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا. سلم لي على كل أهالي المنوفية كتلة تصويتية كبيرة في المنوفية، وكمان كتلة طبعا تصويتية كبيرة جدا في محافظة الشرقية. هل معنا حد من اسكندرية ولا من الفيوم؟ مهتاب من الفيوم. مهتاب ازيك، اخبارك ايه، طمنيني الموقف عندك عامل ايه؟